جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: امرأة تسأل عن يمين تقول فيها حرام علي الماء في منزل فلان عندما كان بينهما نقاش حاد، فماذا يلزمها؟ كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، كل واحد له ثوب، أو عتق رقبة، تخير بين هذه الأمور الثلاثة. فإن كانت ما تستطيع شيئا منها إنها تصوم 3 أيام. نعم.